الأمر الثاني فيما يتعلق بالتعليم بالعربية، أنا لا أريد أن أجلس مع الباطل على منصة واحدة، ومن يعتقد أن التعليم بالأجنبية هو الأصل أنا لا أجالسه. أنا متخرج في جامعة أجنبية حتى ما يقولوا ذلك يعني. الأصل أننا نعلم بلغتنا، وأننا مثل الأمم الأخرى لنا أمة ولنا لغة ولنا قرآن، ومثل ما قال شوقي في النبي عليه الصلاة والسلام أبا الزهراء: قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. لكن بعد ذلك نقول لهم نحتاج إلى تعريب التعليم كاملا دون أن نتوقف عن الترجمة. نحن نريد ليس ترجمة الحضارة، نريد هضمها وإدخالها في النسيج والعروق مع ثقافتنا. من التفاعل نشأت الحضارة العباسية العظيمة وأغنية اللغة العربية وازدادت. لا يجوز أن نسمع. أنا أعرف أن الجامعات لدينا ما تزال في خلاف كبير في 30 جامعة تدرس العلوم بالإنجليزية، ودمشق تدرس الطب العربية إلى جانبي، والمغرب تمنح الآن قيل أمس المغرب تمنح الآن دكتوراه بالفيزياء والرياضيات والكيمياء بشهادات كتبت باللغة العربية. هذا التيار الآخر يجب أن ينمو. أما التغريب والاستلاب والتبعية والرأسمالية الطفيلية والبرجوازية والشركات العابرة، الله يوفقهم شغلهم، بس ما لنا علاقة بهم. شكراً.